السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 11 الطاقة وحفظها منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. أردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب الدفتر اللي كتبت فيه المعادلات الخاصة بالوحدة 11 كل درس بدرسه، واللي بدك تحل فيه المسائل بالترتيب وبتنظيم وبنظافة مشان تراجع منه للامتحان. رفع، تحط كمان خط تحته، رفع خالد كتابا وزنه. تخيل المسألة اف جي، الوزن يعني اف جي 12.0 نيوتن، من فوق طاولة ارتفاعها 75 سنتيمتر. إذن هذه الموقع الابتدائي اتش اي وتساوي 75 قسمت على 100 مشان نحول من سنتيمتر إلى متر، هي أبسط طريقة. صارت 75 من 100 متر هي اتش اي عن الأرض، ونقله إلى رف يبلغ ارتفاعه اتش فاينل وتساوي 2.15 متر عن الأرض. أوجد التغير في طاقة وضع النظام. المسألة مستوى واحد، قانون تعويض جواب. استخدم هذه المعادلة، منعوض ام جي هي ال اف جي، هذه الجديدة فيها ام جي هي ال اف جي، اف جي اللي هي الوزن، والوزن بيساوي الكتلة في العجلة. نجيب الآلة الحاسبة ونحسب 12 ضرب مفتاح قوس 2.15 سالب 0.75، منسكر القوس وتساوي 16.8. طلع معني عندي كم؟ طلع عندك طبعا بالموجب 16.8 جول. إذا حدث زيادة في طاقة الوضع وهو التغير في طاقة وضع النظام. في رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.